فيتامينات، اثنين البروتينات، ثلاثة الكالسيوم. واضح؟ مرض الكساح يحصل نتيجة نقص الفيتامينات، البروتينات، الكالسيوم. السؤال الثاني، ماذا تعني كلمة الأخطل؟ اللغة العربية، ماذا تعني كلمة الأخطل؟ أولا تائه التفكير، اثنين طويل الأذنين، ثلاثة الشخص الماكر. تائه التفكير، طويل الأذنين، الشخص الماكر. سؤال رقم ثلاثة، حينما نقتل الأفعى، عندنا أفعى نقتلها، قتلناها، حينما نقتل الأفعى كم من الوقت يبقى قلبها ينبض؟ حينما نقتل الأفعى كم من الوقت يبقى قلبها ينبض؟ عندنا ثلاث أجوبة. أولا لا يوجد عند الأفعى قلب. اثنين 24 ساعة. ثلاثة تموت في الحال. واضح؟ لا يوجد عند الأفعى قلب، ولا حد ينقل، ولا حد يزور. زين؟ زين ولا حد يقول. لا يوجد عند الأفعى قلب. هذا سيد أصعب سؤال. هي المهم فائدة هسه، جوجل بقول على راحتكم، ما حد أظن ثاني، المهم الفائدة يعني على راحتكم، فتحوا جوجل، واحد يقول الثاني، واحد ينقل الثاني عادية. لا يوجد عند الأفعى قلب، 24 ساعة تبقى حية. والجواب الثالث، الجواب الثالث تموت في الحال. أربعة، ما مثنى كلمة عصا؟ شنو مثنى مالها بالعربي؟ ما مثنى كلمة عصا؟ عندنا ثلاث أجوبة. أولا عصتان، اثنين عصوان، ثلاثة عصتين. واضح؟ عصتان، عصوان، عصتين. خمسة، ماذا كان يفعل أصحاب السبت الذين ذكروا في القرآن؟ ماذا كان يفعل أصحاب السبت الذين ذكروا في القرآن؟ أولا لأنهم يقومون بصيد الأسماك يوم السبت. اثنين شعائرهم الدينية التي يؤدونها يوم السبت بعيدا عن المتعارف عليه. ثلاثة عبادة العجل الذي له خوار. أولا لأنهم يقومون بصيد الأسماك يوم السبت، اثنين شعائرهم الدينية التي يؤدونها يوم السبت، ثلاثة عبادة العجل الذي له خوار. أقف سؤال جواب. الخيارات، لا يوجد عند الأفعى قلب، 24 ساعة، تموت في الحال. هذا السؤال الثالث. أقف سؤال تعقيب تعليق. خامس، الخامس هو ماذا كان يفعل أصحاب السبت الذي يذكر في القرآن؟ أولا لأنهم يقومون بصيد الأسماك يوم السبت، اثنين شعائرهم الدينية التي يؤدونها يوم السبت بعيدة عن المتعارف عليه دينيا، ثلاثة عبادة العجل الذي له خوار. كتبون الأسماء وجمعون الأوراق مع النساء البارحة واليوم ما طلعتم ياهن. صلى الله على محمد وآله.